السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بجميع متابعين القناة. نأسف على الانقطاع للفترة الطويلة جدا، لكن نعود لكم إن شاء الله بوصفاتنا اللي هي معروفة ومتداولة وكما نسميها من مجربات الطب البديل. فاليوم مجربتنا إن شاء الله راح تكون عن مرض الكساح، خاصة عند الأطفال. مرض الكساح راح نبتدئ فيه، بعدين نبتدئ في هشاشة العظام عند كبار العمر. فياريت زي ما تعودنا، مثل ما تعودنا دائما، نأتي بورقة وقلم ونسجل هذه الوصفات. لو ما فادتك والحالة مش عندك، ممكن تفيد غيرك، ممكن حد يسألك وتفيده إن شاء الله. أولا بالنسبة للكساح عند الأطفال، بعد أثناء فترة الرضاعة وأثناء ما يكون الطفل صغير، إذا لاحظنا وثبت أنه عنده الكساح، فمنقول مندهنه بزيت الزيتون. نأتي بزيت الزيتون البكر ومندهن رجليه، مندهن إيديه بزيت الزيتون، ومنعرضه للشمس اللي هي الشمس فترة الصباح، يعني خلينا نحكي الشمس أو أشعة الشمس الضرورية المفيدة اللي هي بعد الساعة 8 صباحا، يعني الساعة 7 الساعة 8، بهاي الفترة إن شاء الله إنه الشمس مفيدة. وأيضا أنا أخبر قديما جدتي رحمة الله عليها، كان أحد الأشخاص مصابين بمرض الكساح، وكان عنده تباعد في القدمين، عنده كساح، فكانت تأخذ يوميا إلى الشمس فترة الظهيرة، يعني شوف فترة الظهر، وتمسحه بزيت الزيتون وتخليه مسطح على هالصخرة، يأخذ من أشعة الشمس. ولله الحمد شوفي، طبعا بالدعاء والابتهال إلى الله يشفى المريض إن شاء الله. فإذا هنا نقول زيت الزيتون يدهن به الطفل، لكن بدنا نحرص انه هذا طفل عند الدهن يكون بشكل خفيف، وعندما نعرضه لأشعة الشمس، احنا ليش بنحكي للطفل قد قبل فترة الفطام قبل السنتين، ما بنحاول نعرضه لأشعة الشمس بشكل كبير جدا عشان ما تكون مضرة له. الآن أيضا بعد فترة الفطام بعد السنتين، ممكن يأخذ نعطي الأطفال الرضع ملعقة على الريق من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق بالإضافة للدهن. أيضا بنقدر نقول بالنسبة للكساح القرنبيط، القرنبيط اللي هو معروف في بعض البلدان باسم الزهرة أو الأرنبيط، الزهرة الراس الأبيض، هذا مقوي عام وينفع في حالات النمو وخاصة عند الأطفال، لأنه بيحتوي على الفوسفور لبناء العظام ويؤكل، وممكن نساوي منه شوربات ونطعم الطفل منه، يعني نخليها عادة يومية بالنسبة للأطفال عشان نقوي عظامهم. أيضا الكرنب، الكرنب اللي هو الملفوف، الملفوف الآن إن شاء الله هذه الصور كلها موجودة، الكرنب أو الملفوف بقوي أنسجة الجسم، وهذا أيضا للصغار والكبار، نحن نتكلم الآن عن الصغار والكبار إن شاء الله، بقوي أنسجة الجسم. بناخذ بعض أوراق الملفوف الجافة الخارجية، هذه ورقة الملفوف، بنعصرها وبنشرب ملء كوب منها، يعني عصير الورق، عصير الورق بنعطيه للطفل بعد كل وجبة طعام، يعني لو شربنا منها 3 مرات يوميا ممتاز جدا بعد ما نعصر أوراق الملفوف. عصرها أتوقع سهل جدا، بنقدر نعصرها بالخلاط وبعدين نصفيها وبنعطي الطفل منها. لو أخذ منها، احنا بنعرف الأطفال أحيانا ما بيستسيغوا هذه الأمور، لكن لو أخذ منها بمقدار ملعقة صباحا ظهرا مساء ممتاز جدا إن شاء الله. اللي بيقدر يشرب بمقدار كأس، كأس صغير يعني، ممتاز 3 مرات يوميا. أيضا شرب عصير الشمام مفيد جدا في علاج الكساح، شرب عصير الشمام ينصح بإعطائه للأطفال في أثناء فترة النمو. أيضا الفواكه والخضروات اللي فيها عنصر الكالسيوم، لأن عنصر الكالسيوم مثل ما بنعرف نقصه يؤدي إلى حدوث الكساح ومرض لين العظام عند الكبار. هذه الفواكه: الليمون، اليوسف أفندي، البرتقال، اللفت، التفاح، بنكثر له من الفواكه هذه.
أيضا البيض والجبنة البيضاء، البيض والجبنة البيضاء، الجبنة البيضاء اللي هي من الغنم، مش الجبنة اللي موجودة بالمثلثات، لا احنا بنقصد جبنة الغنم الطازجة، هذه جبنة الغنم مفيدة جدا، تحتوي على الكالسيوم بكميات عالية. وأيضا البيض، بياض البيض يحتوي على كالسيوم بطريقة عالية جدا. هذه كلها بتزود فيتامين د في الجسم، بالإضافة للتعرض لأشعة الشمس يوميا لفترة كافية. أيضا نحرص على الطعام الغني بالفوسفور مثل الأسماك، التونة، هذه مفيدة جدا. وإحنا الآن بنتكلم بشكل عام للأطفال والكبار، فأنت بتكتب هذه الوصفات اللي بتقدر تعطيه لطفلك، يا ريت تركز عليه، يا ريت تركز عليه. الأطفال بشكل خاص التعرض لأشعة الشمس والدهن بزيت الزيتون يوميا، يوميا إن شاء الله شهر زمان ما بضل عندك وساح إن شاء الله. أيضا من الفواكه والطعام اللي إحنا بنحب نكثر منه التين، التين غني جدا بالفوسفور، التين غني جدا بالفوسفور. أيضا الجوز، جوز القلب أو جوز عين الجمل ممتاز جدا. الزيتون قلنا بنعطيه ملعقة، الزيتون ممتاز جدا في كالسيوم وفوسفور. وأيضا في حالات الكساح من المجربات والمفيد القمح، القمح يعني لو غلينا مية قمح ممتاز جدا، أو يأخذ القمح كما هو، القمح مفيد جدا جدا جدا. أيضا تحدثنا عن مجرباتنا من الطب البديل بالنسبة للأشخاص خاصة كبار العمر اللي عندهم نقص في فيتامين د، بيعانوا من الركب، عندهم هشاشة بالعظام. قلنا أول إشي لازم نرفع فيتامين د، تكلمنا وقلنا لازم نرفع فيتامين د، وهذه لو راجعنا وكانت نسبة فيتامين د أقل من 30 عندنا، فلازم نعالج الموضوع، لازم نعالج موضوع فيتامين د، إما بتناول الأقراص من الصيدلية، وإذا بدنا أفضل من ذلك بنجيب 5 بيضات بلديات، تكلمنا عن هذه الوصفة وهي من المجربات، 5 بيضات بلديات. هذه البيضات البلديات اسلقها، اقليها صحتين وعافية كلها، بهمني القشر، يهمني قشور هذا البيض. نأخذ قشور 5 بيضات بلديات تغسل بالماء، ومن ثم تطحن طحنا ناعما في أي ماكنة طحن عندك، تطحن طحنا ناعما. بنجيب 3 لتر ماء، علبة مثل هذه هكذا، 3 لتر ماء، بنضع داخلها مطحون ال5 بيضات البلديات، بنضعهم بنخضها بشكل هكذا، ومن ثم نغلقها ونضعها في الثلاجة لمدة من 3 إلى 5 أيام، الحد الأدنى 3 أيام إلى 5 أيام، يعني لو 3 أيام كافي إن شاء الله. الآن في هذه الفترة وهي في الثلاجة، كل ما تفتح باب الثلاجة بتمسك الزجاجة وبتحطها وبترجعها لما ل3 أيام. بعد ال3 أيام بتصير تأخذ من المنقوع تبع الماء وقشر البيض، وبتشرب بمقدار كل يوم كأس كبير مقسم على أوقات قد ما بتقدر، اشرب منه، ممتاز جدا ومفيد جدا. يعني راح تلاحظ انه ال3 لتر ماء هذول هن علاجك فقط، لن تحتاج اكثر من هذه ال3 لتر ماء. يعني لو قدرت تشربهن على مدار 3 ايام، كل يوم تشرب لك لتر منهن، او على مدار 5 ايام، ممتاز جدا جدا جدا، راح تلاقي انه هذا هو علاجك في هذا الماء. فهذه أيضا من مجربات الطب البديل بالنسبة لمرض نقص فيتامين د. ما بدك تروح على الدكتور، خذ نصيحة أبو الأمين، اشتغل زي ما بقول لك وزي ما أنا وصفت لك إياها، إن شاء الله ما بتحتاج للطبيب. وأيضا احرص على الشمس، الشمس يا إخوان، الشمس مصدر رئيسي، لو تعرضت كل يوم ربع ساعة إلى نصف ساعة للشمس فترة قبل الظهر ممتازة جدا عشان نستفيد من أشعة الشمس. يعني أنا بفضل اللي فترة الصباح من الساعة 8 للساعة 11 أقصى حد، هذه بتكون فترة ممتازة جدا، هي الفترة اللي بنستفيد فيها من أشعة الشمس. وأيضا أشعة الشمس قبل الغروب، أشعة الشمس
قبل الغروب، قبل ما تغرب الشمس، لو تعرضنا للشمس لمدة نصف ساعة أيضا ممتاز جدا. هذا بكل شيء يخص الكساح والمفاصل. الآن أيضا إخواني اللي عنده ألم في الركب وعنده نقص بالمادة الهلامية، نقص بالغضروف الهلالي، يسمى الغضروف الهلالي، اللي عنده نقص في الغضروف الهلالي في الركب، أول شيء قبل لا تبدأ أي علاج، احنا بنعرف انه هذا المرض عادة يصيب مجموعة كبيرة من الأشخاص، لكن عادة اللي وزنهم ناصح تخان، فيا حبذا انه لازم نخفف شوي من وزننا. مع هذه الفترة أنا بنصحك بأمرين اثنين، بتستمر على زيت السمسم أو يسمى زيت السيرج، زيت السمسم، ظل تدهن ركبك يوميا مرتين ثلاث زيت سيرج، وأيضا البامية، شفت البامية هاي صورتها موجودة، المادة اللي فيها الماء اللي بخرج منها لزج، يعني لو غليتها بالمي وأخذت وجه الماء تبع البامية وشربت من ماء البامية ممتاز جدا جدا يا إخوان، إن شاء الله في خلال أسبوع راح تشوف التحسن. البامية، كثر من أكل البامية، أكلتها نية وهذا ممتاز جدا. أيضا شايفين المادة هذه اللي جوا البامية يا إخوان، اللزجة هذه اللي بتطلع منها، هذه هي المادة اللي بتغذي المفاصل وبتغذي الديسك في الظهر وبتغذي أيضا الجدار المعدة، اللي عنده حموضة، اللي عنده قرحة، اللي عنده أي تهيجات في المعدة يأكل البامية. البامية أكلتها ناشف ممتاز جدا، طبختها وأكلتها ممتاز جدا، قليتها وأكلتها بعد ما تقليها ممتازة جدا، سلقتها بشوية مي، يعني طبختها مع شوية مي لحد ما تخرج المادة اللي منها، هذه الماء تبع البامية، بأي طريقة أكلت البامية ممتازة جدا. ولو كل يوم أكلت منها، أنا بقول لك لو كل يوم أكلت منها ثلاث أربع حبات زي ما هي نية تمضغهن ممتازة جدا، يا الله شو مفيدة جدا. خذ نصيحة أبو الأمين وادعي لي إن شاء الله أنه غير تدعيني. فهذه من المجربات أيضا اللي إحنا دائما بنتحدث عنها. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذه المجربات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.